بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة بدراسة متن يسمى متن القواعد الأربعة نعم قبل أن نبدأ بهذا المتن بالشرح نسأل أسئلة منها

أنا قلت ننتقل لأنني ما لانجلس لهذا الفرادة. وغير السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المثل لأننا طلاب ورجعنا للعلماء. فالعلماء أرشدوا بدراسة التوحيد أولا الأصول الثلاثة ثم القواعد الأربعة. يا مكس ما بتسميه سلرامة تو <applause> سينيلي بهي رغد بس اس ما يا

Yeah, selles vastus لأسة لأسة من نعم شرقيني. فنحن لا نسمع للشبه. Yeah, وما يصنع بعض الناس في هذه الايام هدانا الله اياهم من يعني المطالعه في مثلا في اليوتيوب او في القنوات من السحر والكهانه والشبهات, والشبهات والشكوك والشركيات هذا kullu Muharram , on , jah . ja seetõttu me , me hoid- , mis , mis on tänapäeval ka levinud , et kaitsta , kaitsku jumal meid ja teisi selle eest , et on , kus näiteks Youtube'is või mujal vaadatakse igasuguseid kõhklusi , kahtlust tekitavad asju , astroloogiat ja nii edasi , kuid , kuid see ei ole vajalik . jah , nii et esimene mets on kava- . siis selle raamatu nimi on Neli põhireeglit . ذكرنا <applause> لماذا ندرس التوحيد؟ ااا ماينس ما بي توحيدي لماذا ندرس هذا المتن؟ مكس ماينس مكس ما بي رامتت محتوى المتن قلنا اقسام ثلاثة يا سي كورس في كل مقدمة اي سنة لماذا ندرس التوحيد؟ مكس ما توحيدي القواعد الأربعة يا نلي بهي ريفت والله أعلم